اليوم بدنا نبدأ في عمل السوشي. طبعا السوشي هو عبارة عن سناكس، مش أكلة كاملة بأكلوه لما يعني قبل الأكل أو مع الأكل بجانب الأكل. هي ناس بتحكي إنها يابانية، ناس بتحكي صينية، ناس بتحكي إنها تايوانية. anyway هذا الفرق. بدنا نستخدم أول إشي بدنا نبدأ اللي هو السوشي رايس. لازم تجيبوا السوشي رايس لأنه بسموه ستيكي رايس، مش الرز العادي. إذا بتشوفوا هون الرز هذا شوي صغير، إحنا بالعربي بنسميه يمكن رز مصري، بسموه سوشي رايس. سهل جدا عمله. أنا حطيت شوية رز هون، بدي أحط مية. أوكي، الكمية اللي بدي أحطها فوق الهاي تقريبا أصبع فوق كمية الرز، يعني الرز متغطي وأصبع، وبخليها تغلي. طبعا المختصر بعدين حنحط معلقة سكر ومعلقة خل، لأنه هذا اللي بيميز الرز تبع السوشي. خليكم معنا وهي بتغلي وحنرجع لكم. خلال هذا الوقت بدي أحكي لكم عن شغلة أو سرين مهمين جدا لست المنزل، ممكن تستفيد منهم. الشيء الأول، لما تفتحي أي إشي مغلف زي هيك دائما بتكون صعب، بدك تنادي جوزك وتاخذي منه شو اسمه. سهل جدا، بتحطي معلقه، بتحطيها زي هيك وبتسمعي، سمعتي؟ وبصير الموضوع سهل جدا، فن سهل جدا. الشغله الثانيه اللي بدي احكي عنها، وهذا غلط كثير بيسووه كثير من السيدات لما بيفتحوا العلب. طبعا انا ما بحبذ الاكل اللي موجود في معلبات، لان المعلبات عاده بتكون لحفظ الأكل لمدة طويلة، فبحطوا مواد حافظة كتير. الإنسان عرف طرق لحفظ الأكل كثيرة، منها المعلبات، منها التجفيف، تمليح. لكن المعلبات بشكل عام، أنا جايب مثال، أنا ما بشتري معلبات كتير، بس بكون فيها مواد حافظة وملح صوديوم كتير. معظم الناس عشان يفتحوا طبعا المعلبات بيجوا بجيبوا هاي وبيفتحوها. هذا أكبر غلط البداية. المعلبة هاي كانت موجودة على رف السوبر ماركت مدة طويلة، ما بتعرف شو الحشرات اللي مرت عليها، شو القوارض، الفيران موجودة. فأول شغلة لازم تغسل المعلبة هاي بالمي والصابون من برا، بالماء والصابون جيدا. أنا غسلها أوردي. الشيء الثاني، الناس معظمهم بيمسكوا المعلبة بهاي الطريقة وبيحاولوا يفتحوا، بوصلوا عند النهاية هذا الغطاء بنزل لتحت، وهذا الخطأ الكبير اللي بيقوموا فيه. اللي لازم يسووه يفتحوا المعلبة بهاي الطريقة، شايفين؟ بالعكس، فهذا الغطاء كله بيطلع، وبالتالي انت ما في داعي تحط اصبعك عشان تطلع الغطاء ولا تجرح حالك من جوا. بدل ما تعملوا هيك اعملوا بالعرض. السكرت في كل موضوع السوشي اللي هو بسموه الرز المخلل او الرز المحطوط عليه خل، فهذا هو كل السكرت يعني. والطعم بنحط تقريبا معلقه من الخل ومعلقه من السكر العادي انها ما تخرب، بس وبنخليها تبرد شوي. لازم الرز يبرد عشان يصير مكتل على بعض. طيب هلا شو بدنا الشغلات المهمة عشان نسوي السوشي؟ طبعا الرز صار عندنا جاهز زي ما انتم شايفين، هيك مكرمش يعني متجمد مع بعضه. بدنا السوشي رابز اللي بسموهم سي ويد، اللي هو عشب البحر، له ريحة خاصة اللي هي للسوشي. هاي سي ويد بتلاقوه في أي مكان، تكون هيك شكلها، حنورجيكم الآن. هذه للسوشي عبارة من البامبو أو من القصب معمولة، أنا حاط عليها عشان ما تتوسخ، بس حاط عليها زي نايلون. الآن حاحكي لكم عن الانجريدينت اللي أنا بدي أستخدمها. ممكن عادة السوشي بيستخدموا فيها السمك الني، هذا اللي بأكلوه اليابانيين. إحنا ما بنستصيغ السمك الني، أنا أكلته صراحة له طعم غريب، حاحكي لكم شو بيسووا. أوكي، في عندي سالمون، في عندي تونة سمك، في عندي شو اسمه شريمب أو روبيان، في نوعين، في نوع الجامبو والصغير، في عندي الكراب اللي هو السرطعون، لحمة السرطعون. طبعا كلها زي ما انتم شايفين انا مقسمها صغير. في افوكادو برضو زي ما انتم شايفين الشرايح كيف، خيار، جزر، سموكت فيش حورجيكم كيف،
هذا اللي هو الحلزون، مش الحلزون، القوقعه هاي اللي بكون جواها، وفي بيض طبعا. خلينا نبدا الان بالطريقه. اول شيء بنوزع الرز، يعني هذا بكفي الرز. اوكي، كمان شوي بس بدي احط. طبعا قديش بدكم رز هو اللي انت بتحدده، في ناس بحبوا كتير رز، ناس بحبوا قليل رز. حتى الان بالبيض عملت خط بيض، خط خيار، هاخد نص واحدة، جزر زي ما انتم شايفين مش كتير لانه لما بتلفه ممكن يفزر، احط شوية افوكادو. اوكي، هذا نوع السوشي الاول. طبعا حسوي لكم انواع وححكي لكم اسمائها. هذا نوع السوشي الاول. اوكي، بس بنحاول انه خلينا احط من الكراب اللي هو السرطعون، لحمة السرطعون تنباع في كل مكان. اورجيكم اياها هون، كراب فليكس اسمها، هاي مطبوخة. زي ما انتم شايفين وبكمل اللف بنفس الطريقة. صار يطلع من عندنا شوية، أهم إشي ما يلزق. هذا بسموه طلعت يعني فنانين إحنا. النوع الثاني زي ما أنتم شايفين قصينا نص الورقة، نص الفلاكس هاي، وحنحط الآن الرز عليها بهاي الطريقة. أكني بوزع منسف يا جماعة. الرز فيه نشا كتير بكون، عشان هيك هو بسبب لنا الستيكي، بسموه ستيكي رايس. هلا نضغطها كويس عشان تعطينا الشكل. اوكي، الان شو بنسوي احنا؟ نقلبها. اوكي، وحنحط هون الانجريدينتس نفسها. طلع عنا منظر السوشي الرو الثاني. هلا حورجيكم النوع اللي مشهور كتير في اليابان، اللي هو بس الرز هذا وبحطوا عليه مثلا الرو فيش زي ما انتم شايفين. بتلفها بالسي ويدز هاي، وبتحط فيها مثلا هاي السالمون، هاي بدنا نحط عليها مثلا سموكت ميت. اوكي، الخمر اللي بدكم اياه، عادة الناس بحبوه خميل زي هيك، وناس بحبوه رفيع، انت اللي بتحبه. اليابانيين بحاولوا انه يخملوه. الاكل هاي مهمة جدا، خلينا نشيل هاي اللي انتم شايفينه هون. اوكي، هذا بسموه دب للسوشي، بيعملوه من البلاك فينيجر والصويا صوص، مش كلير صويا صوص. الناس كتير بتخربط فيه، بحطوا كلير صويا صوص، هذا مش كلير صويا صوص. وهذا اللي هو وسابي. اوكي، وسابي، الوسابي عبارة عن نبات لونه أخضر بينبت تحت الأرض زي الخردل،
وطعمه كتير بحرق. يعني اللي ما جرب الوسابي ما بعرف، ما بقدر اوصف لك اياه. يعني لما بتاكله بيطلع من من مناخيرك ومن عينيك الوسابي. طيب الطريقه الصحيحه، يعني شفت ناس كتير بتاكل سوشي وبتمسك هاي وبتروح سلخاها حطاها بالفينيجر زي ما انا سويت. طبعا هذا خطا كبير، زي ما انتم شايفين الرز تفتفت جوا الفينيجر. اوكي هذا خطا كبير. اللي بنحط جوا الفينيجر بس السمك، اوكي بتحطه. هورجيكم الطريقه الصح، هذه الطريقه الخطا. الطريقه الصح بتمسك السمكه بتحطها جوا الصوص، بتحطها فوق الرز، بتاخذ وسابي بطرف ال هاي بتحطها فوقيها و تاكل. طيب الطريقة الثانية، هذا اللي ملفوف بهاي الطريقة بدي اورجيكم هاي. لانها اول شيء بتحط الوسابي، طبعا يعني السوشي بدون وسابي ما بينفع، الوسابي باكلوه اليابانيين في كثير شغلات. بعدين بتغمس شوية دب، يعني شوي صغيرة، و صحتين وعافية. كل حال زي ما انتم شايفين بالبيت تقدروا تسوي سوشي، مش مكلف كتير. الناس بتروح بتشتري يعني هاي يمكن ب 10-15 دولار، ما بتكلفكم كتير. اعذروني اخربطت الشباب، بس هاي الطريقة اللي انا بسويها في البيت. يلا سلام عليكم.